أنا رغدة عرفة، بشتغل مساعدة في مدرسة غزية العامرية، أم لسبع أبناء وبساعدهم في شركة جملون. أنا روان السلال، عمري 16 سنة، طالبة بأول ثانوي، دوري بجملون داتا انتري وكوميونيكيشن مانجر. أنا اسمي ديما السلال، عمري 12 سنة، أنا طالبة بمدرسة إناث الجوف الإعدادية، أنا بشتغل بجملون كأني كوميونيكيشن مانجر. أنا حسام السلال، عمري 14 سنة، بشتغل في جملون كداتا انتري وسوشيال ميديا از فيسبوك يوتيوب تويتر. وظيفتي إنه أعمل إي ماركتينج لجملون، وطبعا فوق هيك منه كل بهدلة بالأخير. أنا معتز كمال السلال، دوري في جملون تشيف داتا أوفيسر. أنا محمد السلال من جملون، شغلي بجملون تشيف تكنولوجي أوفيسر. عامر السلال، بدرس علم حاسوب في جامعة البتراء، بشتغل في جملون سي او او، بنظم كل العمليات اللي بتصير لنا في جملون. اسمي علاء السلال، أنا مؤسس جملون والمدير العام في الشركة. أهلا وسهلا فيكم، هذا هو مكتب جملون. جملون عبارة عن متجر للكتب، انطلق من عمان الأردن، بتميز بخدمة الدفع عند التوصيل والشحن داخل الأردن مجانا. حاليا بلشنا نتوسع، صار يجينا كتب عربية وإنجليزية من كل أنحاء العالم، حتى الزباين إنه بطلنا بس بالأردن نبيع، عندنا زباين بأوروبا بأمريكا بأستراليا. شعارنا كتابك لبابك. إحدى الأشياء اللي بتميز فيها بجملون إنه إحنا في معنا اتفاقيات مع دور النشر بتسمح بوجود الكتاب جملون قبل موعد إصداره، فالكتب العالمية اللي تأخرنا اللي تعودنا إنه تصلنا متأخر على الأردن بعد فترة طويلة، هسا قبل ما تصدر تكون موجودة بجملون نفس موعد الإصدار عالمية، بنقدر نبيعها بالأردن نفس اللحظة. لاحظنا إنه المؤلف في الأردن بيتغلب لما بده ينشر كتابه، لأنه بالعادة دار النشر تطلب منه يدفع 500 نسخة أقل إشي عشان يوافقوا عليه، وفي شروط خاصة كتير صعبة، فلقينا إنه إحنا بنقدر نحلها. وقعنا اتفاقيات مع عدة مطابع، صار المؤلف بس عليه يوقع معنا اتفاقية، نحط كتابه على الموقع، ولما زبون يشتري كتابه نعطي أمر للمطبعة تطبعه وبتغلفه وبجهزه ضمن أحدث معايير، بنفس اليوم بنشحن للزبون. هاي بنسميها ببلش أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. والله التحديات الرئيسية بصراحة في عنا علاقاتنا مع دور النشر العربية، بنلاقي صعوبة إنه يتقبلوا هالفكرة، فبنتعب معهم، نتغلب مرة ومرتين وثلاث وأربعة وشهر وشهرين وثلاثة عبين ما يفهموا إيش يعني أونلاين بيزنس وكيف إحنا بدنا نعمل ماركتينج ونسوق كتبهم عن طريق الإنترنت. أنت بتاخذوا رواتب؟ أجلنا هوا؟ لا ندفع منا مرات. طيب كلهم حاقدين علي. طيب بالنسبة للرواتب، احنا عشان فاملي بيزنس وشغل خاص بالعائلة، متفق انا وياهم انه كل واحد له نسبة خاصة فيه بجملون. هاي النسبة بيقدر هو يعكسها كمردود مادي، او لما تكبر الشركة تصير على مستوى كبير بيقدر يبيع جزء منها اذا بده تمويل، او بيقدر ممكن بالمستقبل يصير لهم رواتب كبيرة خاصة فيهم. بس البداية ما انت عارف انه شركة صغيرة بتكون صعب انه الكل يحصل على الرواتب، واحنا لسه بنأسس فيها. أصلاً جملون معناه بالعربي إنه قمة الهرم، إنه زي جملون سبب نجاحه، يعني هي القاعدة تاعت الهرم اللي هو يعني الناس اللي بجملون، يعني اللي هم عائلة جملون هم سبب نجاح جملون.